بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل موضوع معالجة التلوث اللي هي موضوع تلوث المياه، وهنتكلم النهاردة على أول حاجة اللي هي معالجة السيوج أو معالجة مياه الصرف الصحي. يبقى الكلام النهاردة يبقى السيوج تريتمنت سيستمز، سيوج تريتمنت ان رولر اند سبربن ارياز، اللي هو عملية معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية وفي الضواحي. هنتكلم على السيبتيك تانكس اللي هي خزانات الصرف الصحي، وهنتكلم على المعالجة اللي هي البرايمري فيزيكال سيوج تريتمنت اللي هي المعالجة الطبيعية، والسكندري اللي هي البيولوجيكال سيوج تريتمنت. يبقى عندي المعالجتين فيزيكال وبيولوجيكال، وهنتكلم عليهم في اي محطة من محطات السيوج ان شاء الله. الاربن سيوج تريتمنت معالجة المناطق الحضرية أو معالجة مياه الصرف في المناطق الحضرية. Sewage treatment facilities in many cities failed to meet federal standards. عندنا معظم المحطات المعالجة ما بتقابلش أو متحققش معظم المعايير اللي احنا بنكون عايزينها. Bleaching and disinfections، عملية التطهير والتبييض اللي بتتم بعد المعالجة، و disinfectant اللي من عملية الكولارة اللي بنحطها، عملية الكلورين والأوزون and ultraviolet radiation. زي ما هنتكلم على المعالجة، ان معظم المعالجات بتتم في محطات بتنشأ في المدن، وبدأ في الفترة الأخيرة في معظم دول العالم بيتم معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها نظرا لنقص المياه على مستوى العالم. لما نيجي how to improve sewage treatment، ازاي بنحسن عملية التريتمنت. System that exclude hazardous waste، يبقى أنا لازم أشوف السيستمز اللي فيها الحاجات الخطرة وأحاول إن أنا أستبعدها، وضع سيستم عشان نقدر نبعد الحاجات الخطرة عن أو النفايات الخطرة. Non hazardous substitutes، يكون في عندي بدائل غير خطرة. Composting toilet systems، أنظمة معالجة اللي هي نواتج الحمامات والمراحيض وعملية تحويلها إلى أسمدة. Working with natural to treat sewage، إن إحنا عمليا نحاول نتعامل مع الطبيعة في معالجة السوج. Using wetlands to treat sewage، اللي هو استخدام الأراضي الرطبة في عملية معالجة السوج اللي موجود عندنا أو معالجة الصرف الصحي اللي موجود عندنا. لما بنيجي نتكلم على الصرف الصحي، يمكن دي مكونات اي ستيشن لصرف صحي اللي هي البرايمري اند سكندري سيوج تريتمنت. دي شكل محطه من المحطات، المرحله الاولى بنسميها المرحله البرايمري، المرحله الابتدائيه، والمرحله الثانيه اللي هي السكندري، المرحله الاولانيه اللي قلنا عليها الفيزيكال والسكندري قلنا عليها. يبقى عمليا بص عندنا هنا اي محطه في الدنيا بيبقى عندي ادا مدخل المياه بتاع الصرف الصحي. اول حاجه بنحط السكرينز، والسكرينز دي فيها انواع كتير، فيها حاجه للجروس سكرين وحاجه اللي اسمها الفاين سكرين. الجروس سكرين بتشيل كل الحاجات الكبيره في الحجم، حاجات مياه في السوج سوليدز كبيره بتمنع. الفاين بيشيل الحاجات الدقيقه. بعد كده الجريت شامبرز، الغرفة بتاعت عندنا اللي هي غرفة الفصل عندنا أو غرفة اللي بيتم فيها ترسيب، والستلينج شامبر، غرفة بيتم فيها ترسيب السلاج. وبعدين بيحدث عندي الانتقال إلى المرحلة الثانية، عملية الريشن تانك، ودي عملية تهوية وفيها بيتم ضخ بعض الأكسجين، أو يكون عندي في فانز أو كومبريسورز أو بتدين الهواء بيعمل عملية تهوية ليها. وبعدين مرحلة السيتلينج تشامبر، سيتلينج تانكس الثانية، مرحلة برضو بيتم فيها فصل بعض الثلج اللي ما زالت لسه معلقة، وكل ده بيبقى عندي فيه السلاج ديزاستر، بنبدأ نكسر السلاج وبعدين نجمعه علشان يتنقل إلى المكان اللي احنا هننقله فيه. زي ما قلنا هنا بنضيف هنا في التانك بتاع الإيريشنز كمية من الأكسجين عشان نعمل تهوية، وبعد ما بيطلع من الشامبرز دي بيخش على الكلورين، مرحلة التطهير بتاعتنا اللي احنا بنضيف عليها الكلور لقتل اي بكتيريا. طيب احنا بنقول الماء اللي هينتج عندي بيروح الى ايه؟
الماء اللي بينتج عندنا بيروح للزراعات معظمه، تو ريفرز اور لاكس اور اوشنز. ومعظم مياه الصرف المعالجة في معظم دول العالم بتستخدم في الزراعة وفي زراعة الغابات في الصحراء، بنستفيد فيها ان احنا بننتج مثل هذه الاخشاب باستخدام مياه الصرف الصحي، ودي بنسميها معالجة ثنائية. مع التطورات الحديثة اصبح في معالجة ثنائية، والامل بيحزو العلماء ان احنا نصل الى ان مياه المعالجة بعد المعالجات الحديثة ان ممكن الانسان يستخدمها كمياه شرب. طب الجزء عندنا السلادج والحاجات اللي اتكونت عندنا disposed of in landfill or ocean or applied to core land postures or re-angled land. يبقى احنا بناخد الجزء اللي اتكون وبنوديه الى المنطقة، ممكن يستخدم في بعض حاجات كبعض أسمدة، كبعض استخدامات مفيد بنرمي ساعات في المحيطات. يبقى أنا هنا أصلا عملت عملية تريتمنت لمعالجة مياه الصرف الصحي واستفدت بيها بهذه الطريقة للمعالجة، وبالتالي يبقى النتيجة النهائية برضو إن أنا عملت تقليل لتلوث مياه الناتج عن مياه المجاري. نلتقي المحاضرة القادمة إن شاء الله.